إلى بريطانيا وتحديدا صحيفة تي آي جي التي نشرت تقريرا أحدث تقاريرها الموثقة عن نشاط الجماعات المتطرفة في فرنسا. ووفقا للتقرير المنشور ثبت أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الدولية تقوم باستخدام المنظمات غير الحكومية المعترف بها رسميا من قبل الحكومة الفرنسية كستار للترويج لتيار شديد الخطورة من الإسلام المتطرف داخل فرنسا. ووفقا للتقرير فإن الإخوان المسلمين من خلال ذراعهم الدولي قد قاموا باختراق كيانات غير هادفة للربح عن طريق تقديمهم دعما نقديا لتلك المنظمات، وأيضا من خلال زرع قادة الجماعة داخل تلك المنظمات الفرنسية وتحت ستار ما تبدو ظاهريا منظمات غير حكومية معبرة عن اهتمامات المسلمين في فرنسا. تقف جماعة الإخوان المسلمين في موضع الاتهام بترويجها رؤيتها الخاصة المتطرفة للإسلام الأصولي في فرنسا.